ان شاء الله كامل تكونوا بيان. اليوم راح نشوفوا ميتابوليزم دو غليكوجين. ميتابوليزم دو غليكوجين كيما كامل لي ميتابوليزم، عندنا ديغراداسيون كاتابوليزم، وعندنا لا سينتيز ولا نسميوها تانيك انابوليزم. اليوم في الفيديو هذا راح نشوفوا غير ديغراداسيون، بعد ان شاء الله في الفيديو اللي موراه ان شاء الله راح نديروا سينتيز تاع غليكوز تاع غليكوجين عفوا. دونك غليكوجين لازم نعرفوا بلي كيكون عندنا السكر بزاف وشنو هو الغليكوجين. ديجا شفنا الغليكوجين بلي هو عباره عن اوموبوليساكاريد. اوموبوليساكاريد دقيقه نوري لكم، نعاودو برك نفكروا ستركتور تاع غليكوجين واش فيه وفاش يتمثل. قلنا هو اوموبوليساكاريد غاميفي، معناتها راح نصبوا فيه دي غاميفيكاسيون تفرعات في البنيه تاعو. قلنا بلي نلقاو فيه روابط الفا و ان 4 والفا ان 6. قلنا الفا ان 4 تكون انتراشات entre les chambres ما بيناتهم، و الفا ان 6 باردون تكون على الانتيريور تاع لا شان، و الفا ان 6 تكون انتر شان entre دو شان، معناتها شان مع شان، تكون عندي الفا 1 6. دونك هذه هي البنيه تاع الجليكوجين، هضرنا شغل صفه عامه عليها. الجليكوجين شنو هو؟ غليكوجين كيما راني كاتبه هنايا، هنايا شغل راني درت لكم انتروداكسيون، كتبت بلي فورم دو ميس اون ريزيرف دو غلوكوز، معناتها حنايا يكون عندنا زعما تيك بزاف سكر في الدم تاعنا. دوك واش راح يدير الكبد تاعنا؟ واش راح يدير له؟ راح يتخزن هذاك السكر على شكل غليكوجين في الكبد تاعنا، حيث هذاك الغلوكوز هذوك الوحدات الصغار تاع السكر هما الغلوكوز يتضامنوا بيناتهم باش يشكلوا لنا شغل موليكول كبير تاع بزاف دي غلوكوز اللي ساقين في بعضهم يسميوهم غليكوجين. دونك هنا واش قلنا؟ معناتها الغليكوجين هذايا شغل راح نستعملوه للتخزين، معناتها غليكوجين نخزنوا به السكر. utilisé par les animaux pour stocker l'énergie. علاش pour stocker l'énergie؟ باسكو من بعد هذيك حنايا لو كان راح نستحقوا الانرجي هذاك الجلوكوجين واش راح نديروا له؟ الجلوكوجين هذاك راح نديروا له ديغراداسيون ردو دو غليكوز، الجلوكوز هذاك ندخلو في الجليكوليز وراح يتبدل لنا ATP غليكوليز سيكل دو كريبس الى اخره. نفس الشيء بالنسبه للاميدون، الاميدون قلنا عندنا في لي فيجيتو، دونك الاميدون ثاني النباتات يستعملوا الاميدون كيما حنايا نستعملوا الجليكوجين. Donc permet de libérer rapidement le glucose entre les repas. بين الوجبات، معناتها حنايا كي نكونو زعما عندنا ما عندناش السكر واش نجيبو؟ نروحو للجليكوليز نديرو له ديغراداسيون نكسروه باش نجيبو الجلوكوز باسكو رانا ناقصين سكر. ونفس الشيء كي يكون عندنا شغل عندنا فائض بزاف من السكر راح نلمو هذاك السكر وراح نديرو تشكيل تاع جليكوجين. وتانيك في لاكتيفيتي موسكولار، كتكون عندي ان اكتيفيتي موسكولار راح ندير ديغراداسيون تاع غليكوجين باش يمد لي دي غلوكوز باش نجيب الطاقه اللي يحتاجها الموسك في لاكتيفيتي تاعو. بريزونتي سورتو دون لو فوا اي لو موسك، معناتها الغليكوجين وين نلقاوه؟ نلقاوه في لو فوا وفي لو موسك. بصح في لو موسك يستخدم غير الموسك، معناتها غير الفونكسيونمون تاع الموسك، معناتها زعما تي غليكوجين انا عندي غليكوجين وقتاش وقتاش يخدمو الموسك غليكوجين في الموسك اللي يستخدمو غير زعما تيك يكون بحاجة إليه. زعما تيك أنايا الموسك تاعنا دوكا وين راح يدير أكتيفيتي موسكولار، دونك هنايا اللي راح يدير ديغراداسيون تاع غليكوجين ديغراداسيون تاع غليكوجين ويستعمل الطاقة تاع الجلوكوز من بعدها. بصح لو فوا شغل يدير لنا الريغولاسيون كامل تاع الجسم تاعنا تاع السكر تاع نسبة السكر في الدم ويدخل في بزاف عفايس. وين نلقاوه؟ قال لك نلقاوه سو فورم دو غرانول سيتوزوليك، معناتها نلقاوه في السيتوزول في الفوا في لو موسك. هنا نفس الشيء واش كنت نقول؟ قلنا بلي الجليكوجين تاع الكبد ايباتيك يخزن على شكل يخزن لنا الجلوكوز باش يمد لنا لوميوستازي شغل يمد لنا لا ريغولاسيون، شغل يمد لنا التنظيم، شغل اللي يكون ايكيليبري تاع الجليسيمي، هاي pour maintenir la glycémie de l'organisme normal surtout après un repas riche en glucides. ça veut dire حنايا كي ناكلو بزاف السكر ناكلو بزاف السكر، دونك هنا واش راح يدير؟ غليكوجين هيباتيك هنايا شغل يدخل، واش يدير؟ الفوا تاعنا ولا الكبد تاعنا يروح يشكلي يبدا يتشكلي الجلوكوجين، تصالي السانتيز تاع الجلوكوجين. علاش؟ باسكو عندنا بزاف لي جلوسيد، باسكو لو كانوا نخليو الجلوسيد بزاف في السكر تاعنا راح يولي عندنا ارتفاع في نسبة السكر في الدم، هذه حاجة ماشي مليحة. هنا هضرنا على الموسك، قلنا الجلوكوجين مسكولار يستخدم غير كي يسحق
معناتها الجلوكوجين تاع لي ميسك ما يستخدمش كيما الفوا باش يعدل نسبه السكر في الدم، لا غير كي هو يسحق، معناتها غير روحه، معناتها غير بور لو فونكسيونمون، غير في الوظيفه تاع، غير وقتاش يسحق. هذه هي برك. حنا كي نقراو هنا شغل كي نركزو، حنا نركزو على الجلوكوجين تاع الفوا باسكو هو اللي نسحقو في لا ريغولاسيون تاع الجليسيمي. نبداو ديغراداسيون دو جليكوجين، قبل نسميوها تانيك جليكوجينوليز. علاش؟ باسكو راح نديرو، راح نكسرو، نديرو له شغل ايدغولي، شغل راح نكسروه. سلا ديغراداسيون دو جليكوجين غلوكوز، عندنا ديجستيف و تيسولار. ديجستيف واش معناتها؟ ديجستيف باغ اكزومبل زعما تيك حنايا ناكلو عفسه فيها جليكوجين، هاليك هنا اللي كتبت لكم شغل اكزوجين، شغل نجيبوها من الوسط الخارجي، حنا ناكلوها. هنايا وين راح تصالو ديغراداسيون؟ راح تصالو ديغراداسيون في الجهاز الهضمي تاعنا. صارو ديغراداسيون باغ الفا اميلاز ساليفير ولا بونكرياتيك. انا مكتبتها لكم باش نهضرها لكم برك باسكو ماشي مهمه بزاف. وعندنا ثاني اونزيم دي برونشونت كيما الفا انسيس جلوكوزيداز والمالتاز اللي يفكك لي المالتوز اون دو جلوكوز. شغل هنايا ديجستيف قلنا زعما كي ناكلو جليكوجين نجيبوه من لاليمونطاسيون تاعنا. تيسولار هي اللي نسحقوها وهي اللي نقراوها اوندوجين، سافو دير انا عندي جلوكوز بزاف لداخل لي تيشي تاعي، سواء ندير له سواء ولا جليكوجين كبير ندير له ديغراداسيون ولا انا راح ندير له سانتيز. وهي معناتها يكون في لي تيشي اكزاكتومون وين قلنا يكون جليكوجين، في لو فوا وفي الموسك. دونك لا ديغراداسيون هذيك كيفاش تصرا؟ تصرا باغ اونزيم برينسيبال اللي نسميوه جليكوجين فوسفوريلاس. شغل دوك نشوفو بلي جليكوجين صرالو فوسفوريلاسيون، معناتها دوك هاديك انا واش عندي؟ عندي سلسله كبيره تاع جليكوجين، سكريات مرتبطين ما بيناتهم بليزون الفا 1 6 لي راميفيكاسيون الفا 1 4. هكا قلنا الجليكوجين هادي ديغراداسيون تاني تصرا دون لو فوا و سي لي موسك. عندنا 5 ايتاب، ربعه ايتاب يكونوا كاينين في الفوا كما يكونوا كاينين في الموسك، بصح 5 ايتاب تكون غير في الفوا. علاش؟ باسكو هذاك لونزيم نصيبوه غير في الفوا برك. دوك كي نكملوا نمشوا في لي ايتاب نفهموا علاش. ايتاب رقم 1 عندي فوسفوروليز دو جليكوجين اي ليبراسيون دو جلوكوز 1 فوسفات. شوفوا هنا عندي فوسفو، هنا راح ندير فوسفوريلاسيون الجليكوجين لا محاله. عندي اوسي ليز، صافي دير هنايا راح ندير له فوسفوريلاسيون واوسي راح ندير له ايدغوليز، راح نكسرو دو جليكوجين اي ليبراسيون دو جلوكوز 1 6 فوسفات. سما هذه ليتاب شنو هو البيس تاعها؟ ان نجيب جلوكوز 1 6 فوسفات. شوفوا هنايا عندي جليكوجين بزاف، دونك واش هنايا شغل راح نستخدم فوسفات واحد. الفوسفات من نجيبو من لا تي بي مثلا، واش يولي عندي؟ يمد لي جليكوجين ويمد لي جلوكوز 1 6 فوسفات. علاش؟ باسكو يقطع لي، ينحي لي واحد جلوكوز، كينحي لي واحد جلوكوز يلصق معاه الفوسفات، يولي عندي جلوكوز 1 فوسفات، يولي عندي جلوكوز 1 فوسفات. وشنو هو الانزيم اللي دير لي هاد الرياكسيون؟ هو جليكوجين فوسفوريلاز، قلنا هو انزيم برينسيبال في ديغراداسيون تاع جليكوجين. هكا صح. كيفاش تبدا هذه؟ واش يقطع لي هذا الجليكوجين فوسفوريلاز؟ يقطع لي لي ليزون الفا 1 4. واش يقطع لي لي ليزون الفا 1 4؟ شوفوا هنايا راه ما عندي شغل دي ليزون الفا 1 4، دونك واش يدير اسمو الجليكوجين فوسفوريلاز؟ يقطعهم لي هكا، يقعد غير يقطع. مين بصح مين يبدا يقطع من لي زيكستريميتي نو ريدكتريس، من لي زيكستريميتي نو ريدكتريس. حنايا كي عندي هنايا دي ليزون الفا 1 4، هنا عندي ربعة مرتبط في رقم 4 وهنا مرتبط لي في رقم 1، دونك هادي ستون اكستريميتي نو ريدكتريس، دونك منها يبدا يقطع لي جليكوجين فوسفوريلاس. يبقى يقطع، واش يمد لي ليبراسيون دو جلوكوز 1 فوسفات. باسكو علاش؟ كي نحي لي منه، ينحي لي واحد يلصق فيه هذاك الفوسفات، ينحي لي واحد يلصق فيه هذاك الفوسفات. من بعد هنا واش هنايا في الايتاب؟ نبقاو في الايتاب رقم 1 نفس الشيء واش كنت نهضر، عندي كليفاج فوسفوريليتيك دو جليكوجين اون جلوكوز 1 فوسفات. جلوكوز 1 فوسفات واش معناتها؟ يكمل لي التقطيع تاع الجلوكوز 1
ان فوسفات، جلوكوز ان فوسفات، جلوكوز ان فوسفات. بصح كي يوصل لربعه وحدات تاع الجلوكوز ابخي قبل باردون قبل اون راميفيكاسيون يحبس. كيفاش؟ زعما تي تشوفوا هنا يقعد يقطع يقطع يقطع، ومن بعد كي يوصل الربعه وحدات تاع جلوكوز اللي جايه موراهم راميفيكاسيون. شوفوا هنايا عندي راميفيكاسيون، هو مثلا راهو يقطع هنايا، ومن بعد تي راهو يقطع هنايا، هنا شغل عندي غاميفيكاسيون. ربع الوحدات هذوك اللي ربع وحدات تاع جلوكوز اكيد قبل الغاميفيكاسيون يحبس هذاك الانزيم، ما يزيدش يقطع، خلاص يحبس. دونك واش عندي هاليك؟ قلنا لا رياكسيون سارات ا انفيرون 4 ريزيدو دو جلوكوز دو شاك كوتي دو لا غاميفيكاسيون دو الفا ان 6، باسكو هنا عندي الفا ان 6. قلنا هنا يقعد يقطع 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 يقطع، من بعد هايليك فوالا هايليك شوفوا معايا هنا يبقى يقطع يقطع جليكوجيناز فوسفوريلاز يبقى يقطع فيهم، ومن بعد تي كيبقاو لي ربعه وحدات تاع السكريات قبل غاميفيكاسيون الفا ان 6 يحبس، باسكو تمايا شغل لاكتيفيتي تاعو تحبس. هذه هي واش نسميوها، هذه الوحده اللي تقعد لي تسمى شتو كيبقى يقطع لي في الجلوكوز، يردو جلوكوز ان فوسفات جلوكوز ان فوسفات جلوكوز ان فوسفات، وكي يوصل لربعه وحدات تاع جلوكوز قبل غاميفيكاسيون يحبس. هذيك اللي تبقى هذه نسميوها ديكسترين ليميت، سميوها ديكسترين ليميت. ومن بعد هاديك واش عندي؟ ومن بعد تيكو شنو هي الخطوة اللي زدت صرالي؟ دوزيام ايتاب ترونسفير دان بلوك دو 3 ريزيدو دون راميفيكاسيون ا اون اوتر. كيفاش؟ شوفوا هنا قلنا بلي قاعد يقطع لي في جلوكوز ان فوسفات، جلوكوز ان فوسفات بار جليكوجين فوسفوريلاس. كي يوصل للربعة وحدات تاع جلوكوز قبل غاميفيكاسيون الفا ان 6 يحبس. هنايا تجي وظيفة تاع انزيم اخر، هذاك الانزيم واش يدير؟ شوفوا هنايا، شوفوا هنايا بقات لي، شوفوا هنايا بقات لي شغل هذه الغاميفيكاسيون، واش يدير؟ يروح لهذيا وين كان، وين حبست، وين حبس، وين حبس التقطيع تاع جلوكوز. يروح هنا واش يدير؟ ينحي ثلاث وحدات تاع جلوكوز، ينحي ثلاث وحدات تاع جلوكوز، ينحيهم هكا. واش يدير لهم؟ يلصقهم هنايا، يلصقهم هنايا هايليك، ينحي هذوما ثلاثه، ينحي ثلاثه ماشي اربعه، ينحي ثلاثه ويلصقهم هنايا في هذيك السلسله اللي بقات لي اللي كانت عندي، ويلصقهم في السلسله الواحد اخرى. وشنو هو لونزيم؟ نسميوه لونزيم دي برونشونت اللي عنده دوز اكتيفيتي، عنده اكتيفيتي ترانسفيراز اللي هي هذه، يدير لي ترانسفير تاع 3 بلوك 3 ريزيدو دون راميفيكاسيون ا اون اوتر، ويلصقها لي في هذه السلسله. وعنده اكتيفيتي واحد اخرى دوك نشوفوا شنو هي. يسمى علاش الشيء اللي عاود يلصقها لي؟ باش لونزيم هذاك جليكوجين فوسفوريلاس يقدر يكمل يدير لي يدير لي ديغراداسيون، يقدر يكمل. باسكو شوفوا كي نجو هنا نشوفوا هنايا ما راهمش عندي اربعه وحدات تاع سكر، دوك هنا الانزيم يقدر يخدم، ما يحبسش، يقدر يخدم. دونك يزيد يبقى يقطع لي يقطع لي يقطع لي، كي يزيد يوصل بين اربعه كيزيد يوصل بين أربعة يحبس، ويجي هذا لونزيم ينحي ثلاثة منه ويلصقهم في سلسلة واحدة أخرى، باسكو الجليكوجين بزاف غامي فيه، دونك فيه بزاف سلاسل هكا. دونك وشو اللي عندي؟ شغل يولي عندي شغل توجور يبقى وين هذيك الغاميفيكاسيون وين حبست، ينحي منها ثلاثة ويلصقهم في السلسلة هذيك الكبيرة. وشنو هو لونزيم؟ اكتيفيتي ترانسفيراس، ولا ثاني كنسميوه جليكوزيل ترانسفيراس. ومن بعد هذيك الخطوه الثالثه وشنو هي؟ هي عندي ايدروليز دو لا ليزون الفا ان 6 او بوين دو برانشمون. شتو هنايا؟ شتو هنايا؟ ياك هنايا الغاميفيكاسيون نحينا منها ثلاثه وحدات لصقناهم في السلسله الاخرى، شغل نحينا الغاميفيكاسيون. هنايا عندي ليزون الفا ان 6، دونك هنا نزيدو نقطعوها. وشنو هو لونزيم؟ هو لونزيم نفسه بصح عنده اكتيفيتي جلوكوزيداز، نسميوه الفا ان 6 جلوكوزيداز، هو انزيم دي برانشون بصح قلنا عنده دوز اكتيفيتي. لاكتيفيتي هنايا الفا ان 6 جلوكوزيداز يقطع لي هذه لا ليزون، يقطع لي هذه لا ليزون يدير لي ليبيغاسيون تاع جلوكوز. هذاك الجلوكوز ديال لي ليبيغاسيون تاعو ما يكونش فوسفوريلي. هنايا كي هنايا الجلوكوجين فوسفوريلاس كيقطع لي جلوكوز يخلي فوسفوريلي، فوسفوريلي او نيميرو 1 قلنا جلوكوز ان فوسفات هكا. بصح هذا لونزيم الفا جلوكوزيداز دي برونشونت كينحي لي هذيا، كينحي لي هذا الجلوكوز يولي عندي جلوكوز ليبر فلافا. تسمى فلافا واش عندي؟ فلافا عندي بزاف جلوكوز ان فوسفات ليبر، وعندي غير شويه تاع جلوكوز وحده ليبر، معناتها عندي بزاف جلوكوز فوسفوريلي يكون ليبر وشويه جلوكوز وحده ماشي فوسفوريلي ليبر هكا.
تما شغل دوكاتيك، دوكاتيك واش ولا عندي؟ ولا عندي جلوكوز، جلوكوز هذاك راح يستعمل ديريكتومون في الجليكوليز ولا في واش يسحق. وش عندي تانيك؟ عندي جلوكوز ان فوسفات اللي هو يكون بزاف. هاي ليك هنايا عندي شيما تاعها، قلنا هذاك هاي ليك اكتيفيتي جلوكوزيداز دو لونزيم دي برونشونت. واش يدير؟ ينحي لي الجلوكوز، الجلوكوز يولي ليبر، يولي ليبر بصح ماشي فوسفوريلي بالك، وهذا الجلوكوز ماشي فوسفوريلي. جلوكوز اللي يكون فوسفوريلي او نيفو دو كاربون نيمورو 1 سمينا جلوكوز ان فوسفات، هذاك يتنحى بواش؟ بجلوكوجين فوسفوريلاز. هكا سي بون، دوكا قلنا بلي عندي جلوكوز ليبر وعندي بزاف جلوكوز فوسفوريلي او نيفو دو كاربون نيميرو 1 اللي هو جلوكوز 1 فوسفات. مورا هاد جي ايتاب واحده اخرى نسموها ايزوميريزاسيون دو جلوكوز 1 فوسفات اون جلوكوز 6 فوسفات. علاش؟ دوك نشوفوا علاش. هذه لا رياكسيون سي اون رياكسيون ريفرسيبل اللي تصرا في لي دو سونس بار انزيم ميوتاز نسموها فوسفوغلوكو ميوتاز. شغل يدير لي ميوتاسيون، شغل يدير لي طفره عفوا، شغل يدير لي طفره. هنايا كان عندي الفوسفات لاصق في كربون رقم 1، هنا يولي لي لاصق في الكربون رقم 6، يولي عندي جلوكوز 6 فوسفات. ومن بعد هذيك هذه لا رياكسيون نيميرو 5 اللي قلنا تصرا غير او نيفو دو فوا، باسكو لونزيم اللي يدير لي هاد لا رياكسيون موجود غير في لو فوا، معناتها في الميوسك ما كاش. واش يولي عندي جلوكوز 6 فوسفات؟ يولي لي جلوكوز، يولي عندي هذا وي اكيد اللي يدير لي ليبراسيون تاع فوسفات. وشنو هو لونزيم جلوكوز 6 فوسفاتاز؟ هذا هو لونزيم الواحد اللي موجود في الفوا على بها تصرا في الفوا، جلوكوز 6 فوسفاتاز. اذا راكم شايفين قلنا بلي جلوكوز في جليكوليز جلوكوز يتصالو فوسفوريلاسيون ولي جلوكوز 6 فوسفات، وهذيك لا رياكسيون قلنا ايريفيرسيبل. بصح هنايا كاين انزيم يديرها، معناتها شغل تولي في لو سونس اوبوزي، جلوكوز 6 فوسفات يولي لي جلوكوز با انزيم جلوكوز 6 فوسفاتاز لوكاليزي اكزاكتومون في الريتيكولوم اندوبلازميك دو فوا وما تكونش كاينه في لو موسك. هذا ما كان، هذه هي مديتيك عندي جلوكوز. حنايا علاش درنا ديغراداسيون تاع جليكو تاع جليكوجين؟ باسكو رانا بحاجه للجلوكوز. علاش انا بحاجه للجلوكوز؟ باسكو مثلا ما عباليش انا هبطت لنا نسبه السكر في الدم، ولا الميسكل تاعنا راهو في اكتيفيتي مسكولار كبيره ويسحق الطاقه، دونك على هذيك نديرو ديغراداسيون تاع جليكوجين باش يولي عندي جلوكوز. هذا ما كان، هذا ما كان سامبل. برك عندي اون اوتر ديغراداسيون تاع جليكوجين اللي تصرا في لي زوزوم. في لي زوزوم راكم شايفين هذوك حويصلات تاع لي زوزوم اللي فيهم انزيمات تساعد في الديغراداسيون زعما تاع العفايس اللي العفايس المضره اللي تكون في الخليه. دونك عندي جليكوجينوليز لي زوزومات. هذه هي اليكزيست اون اوتر فوا دو ديغراداسيون دي جليكوجين تصرا في لي زوزوم، شغل الفوا مينور معناتها شغل الفوا تاعها بزاف صغير وعندها رول انكونو، شغل لحد الان مازال ما عرفوش الرول تاعها مليح. ليسونسيال هذا عندنا كاتاليزي بار انزيم الفا ان 4 جلوكوزيداز ليزوزومال ولا نسميوه مالتاز اسيد، يل برودوي دو جلوكوز ليبر نو فوسفوريلي. هنايا ديريكتومون كيف كيف هنا يدير لي شغل نفس العفسه تاع الفا جلوكوزيداز الفا 1 6 جلوكوزيداز يمد لي دي جلوكوز نو فوسفوريلي. قال لك بلي لو ديفيسيت دو سات انزيم معناتها كيكون عندي عجز في هذا الانزيم، هذا الانزيم ما عنديش كميات كبيره ولا هذا الانزيم ما عنديش كاع، يدير لي لا مالادي نسميوها مالادي دو بومب ولا نسميوها جليكوجينوز دو تيب 2. شغل كي يكون عندي نقص في هذا الانزيم، باسكو علاش؟ يولي عندي سور شارج تاع جليكوجين، معناتها يولي عندي بزاف جليكوجين. حنا نسحقو نديرو ديغراداسيون تاع جليكوجين بصح ما نقدروش نديرو ديغراداسيون تاع جليكوجين باسكو ما عنديش هذا الانزيم، دونك راح تولي عندي مالادي نسميوها جليكوجينوز دو تيب 2. هذا في لي زوزوم، في لي زوزوم برك. نعاود برك هكا ندير لكم ريزومي. قلنا بلي اول حاجه تصرا لي فوسفوروليز دو جليكوجين ليبراسيون تاع جلوكوز 1 فوسفات باغ الجليكوجين فوسفوريلاز، واش يصرا لي ليبري لي جلوكوز 1 فوسفات. ومن بعد هيك كي قلنا من لي زيكستريميتي نو ريدكتريس واش يقطع لي ليزو الفا 1 4، ومن بعد يكمل التقطيع تاعو يقعد غير يقطع بعد كي يوصل لربعه وحدات تاع جلوكوز قبل الغاميفيكاسيون، معناتها مراهم كاينه غاميفيكاسيون عفوا مراهم كاينه غاميفيكاسيون الفا 1 6، يحبس. كي يحبس واش يجي دور تاع واش؟ يجي دور تاع واسمو لونزيم دي يجي دور تاع لونزيم دي برونشونت. هذا لونزيم واش يدير؟ ينحي لي ثلاثه وحدات تاع جلوكوز ويلصقهم في السلسله الاخرى، ويلصقهم لي في السلسله الاخرى.
يجي انزيم نفسه عنده، قلنا عنده دوز اكتيفيتي، اكتيفيتي جلوكوزيداز الفا انسيس جلوكوزيداز، ينحي لي هذاك الجلوكوز اللي بقى الفا انسيس، يقطع لي هذيك لا ريجون الفا انسيس تاع الغاميفيكاسيون، ويلي يدير لي ليبراسيون تاع جلوكوز نو فوسفوريلي. باغ كونتر الجلوكوجين فوسفوريلاس يدير لي ليبراسيون تاع جلوكوز فوسفوريلي او نيفو دو كربون نيميرو 1. من بعد قلنا في لافا عندنا بزاف دو جلوكوز فوسفوريلي وعندنا شويه من الجلوكوز هكا. ومن بعد قلنا تصا ايزوميريزاسيون يولي عندي جلوكوز 6 فوسفات، ومن بعد تيك عندي رياكسيون تصا غير في الفوا باغ انزيم سميوها جلوكوز 6 فوسفاتات، يولي عندي جلوكوز اللي يروح يدير على يدير الجليكوليز، يروح يدير ديغراداسيون ولا يطلع نسبة السكر في الدم كما يحب. قلنا اكزاكتومون لوكاليزي او نيفو دو ريتيكولوم اندوبلازميك في الفوا، موجودة غير في الفوا ماكاش في الميوسك. وقلنا بلي عندنا تاني اون اوتر ديغراداسيون تاع جليكو تاع جليكوجين اللي تكون في لي زوزون. هذا ماك ان شاء الله تكونوا فهمتوا.